السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل أسبوع تكلمنا وقلنا باللي منتخب الوطني الجزائري راح مش يلعب مع المنتخب البرازيلي. قلنا عدنا واحد الأسبوع باللي المنتخب الجزائري ماهوش يلعب مع المنتخب البرازيلي، وتكلمنا على مقابلة البنين وشكرنا الاتحادية البنينية والصحافة البنينية لأنها فضل الاتحادية البنينية عرفنا باللي راحين نلعبوا مع البنين، وأكدنا باللي المنتخب الجزائري الحمد لله كاين الفيديو راح يلعب مع منتخب إما الأوروغواي إما كولومبيا وبدرجة أقل شيلي. فيديو كاين قبل حتى ما تتطرق عليها صحافة جزائرية. وتكلمنا ايضا على ان مقابلة السنغال راح تكون مع البرازيل، وتكلمنا ايضا شنذكر انه احتمال كبير ما يكونش منافس الثاني ولا المقابلة الودية الثانية في شهر اكتوبر مع منتخب افريقي، وتكلمنا ايضا قلنا باللي المنتخب الجزائري راح يلعب مع منتخب خليجي سواء السعودية ولا قطر ولا الامارات، انه المقابله رايحه ما تكونش مع الارجنتين وما تكونش مع البرازيل، رايحه تكون ما بين اوروغواي شيلي او كولومبيا. كاين في منتخب اسيوي يفاوض في المنتخب الوطني باش يلعب مقابله وديه في شهر اكتوبر. المنتخب هذا كاين زوج احتمالين، منتخب سعودي ومنتخب قطري. اليوم يعني مش اليوم يعني تأكدت بصفة رسمية قبل أيام، واليوم تأكدت بصفة رسمية أنه المنتخب الوطني الجزائري رايح يواجه المنتخب الكولومبي في ليل الفرنسية يوم 14 أكتوبر، بفضل من؟ بفضل الصحافة الكولومبية ولا بفضل الاتحادية الكولومبية. يعني يا جزائريين يا مشاهدي المتشجعين المنتخب الوطني يا مناصري المنتخب الوطني يا حتى الصحافة الجزائرية، إذا بغيتي تعرفي أي مقابلة للمنتخب الوطني أبعثي على الفرق اللي شكوا فيهم. إلى عندنا منافسة مع مقابلة ودية مع منتخب إفريقي شوفي ولا شوفوا يا ناس المنتخب إفريقيا كامل اتحادية وقلبوا أسكو تلعب مع الجزائر ولا لا. إلى عندنا مقابلة مع الخليج مع السعودية ولا الإمارات ولا قطر نفس الشيء، إلى عدنا مقابلة مع المنتخبات من أمريكا الجنوبية أبدأوا أبحثوا وشوفوا الاتحادية الكولومبية الأرجنتينية البرازيلية إلى هما اللي يعطونا الرسمي. إحنا ما عدنا والو، إحنا ما عدنا والو، إحنا ما عدناش قلناها ألف مرة ما عدناش اتحادية يقول لك أنت تكراسج يعطوكم يا أخي بالأدلة منتخب وطني بطل إفريقيا ما يعرفش مع من يلعب مقابلة ودية، لعب مقابلة ودية وحيدة مع البيني ومن بعد يقول لك ساتشي جاب كوب دافريك، جيب كوب دا تروح لساتشي، تروح لساتشي سقسي تقول له ساتشي ربي المقابله الوديه جاي مالو مع من، يقول لك روح شوف سقسي بالماضي، تروح بالماضي يقول لك ما على باليش المامور الاتحادي على بالها. واحد سوق خلوطه نعطوكم من الاخر، خلوطه راهي ماشيه وخلاص، خلوطه هاي ماشيه وخلاص. تسقسي ساتشي تقول له كيفاش جبتو كوب دافريك، يقول لك والله ما عرف جات وخلاص. ومن بعدها تسمع قناة نهار وجماعة هذوك حباب زاتشي يقول لك زاتشي هو اللي جاب كوب دافريك، كيف هو اللي جاب كوب دافريك ومقابلة ودية ما يعرفش يديرها، ما يعرفش يدير بروغرامي مقابلة ودية لبطل افريقيا ما يعرفش يديرها ويقول لك جاب كوب دافريك. اروع انت وافهم كي نهضروا هذا اللي يقول لك تكره زاتشي يا ناس، انا نهضروا انا ما نكره حتى بشر، انا صح الخدمة الخدمة العمل الترافاي نتاعو هو اللي يهضر عليه. جاب كوب دافريك يقولوا جاب كوب دافريك، انا ما قلتش انا قلت نهار هو اللي جاب كوب دافريك، النهار قالت بلي زاتشي الفضل الكبير رجع ليه هو اللي جاب كوب دافريك. صح اللي جاب كوب دافريك ما يعرفش يدير مقابله وديه، اللي جاب كوب دافريك نستناو البنين هي تقول لنا بلي راه عندكم مقابله وديه معايا، اللي جاب الكوب دافريك نستناو كولومبيا هي تقول لنا عندكم مقابله وديه معايا، هي ما هي باينه واضحه وضوح الشمس بلي ما عندنا لا اتحادية لا سوق، سوق وخلوطة وهاي ماشية وخلاص. ليسونسيال جاب لنا يا اخي بالماضي كوب دافريك، هانا نتغطاو عليه
وهنا نتنفسوا الاكسجين اللي جابوه لنا بالماضي. كان ما دار والو بالماضي هنا نحوزوه ناحيه وخلاص. هذه السيستم تاع الاتحاديه. تروح تقول للاتحاديه عندك استراتيجيه، يقول لك شنو هي الاستراتيجيه؟ تقول لك تقول لها عندك خطه طويله المدى ولا بعيده المدى، يقول لك وش هي خطه بعيده المدى؟ ما كانش برنامج واضح، ما كانش. وتروح للاتحاديه وتقول لها وش هي الخطه تاعك في العهده هذه تاعك ولا البرنامج تاعك في العهده هذه؟ ما كانش. تقول لك مراكز التكوين، وين مراكز التكوين اللي قلت نبنيهم؟ اعطينا مركز تكوين واحد واجد برك، واحد تقولتوا ربعه، اعطونا واحد واجد. ما كانش. اعطينا المنتخبات الوطنيه الفئات السنيه بدا من اي 15 ولا اي 17 حتى المنتخب الاولمبي. واش درتوا؟ كانش. منتخب اي 15 ما اي 17 ما كانش. تبهدله في الجزائر، ميداليه برونزيه ما ديناهاش، الاي 19 طاحوا كيف كيف تقصاو، الايفنت روات بهدله مع غانا، ومنتخب المحلي هاو جاي في الطريق، وين المشروع؟ اذا هذه الاتحاديه تسترزق ولا تشم الهواء من الكوب دافريك، وناسي الاتحاديه هذه بلي عبالها بلي كوب دافريك هي ما تسال فيها والو، وما درت حتى حاجه باش تدي كوب دافريك، هذه يعرفها العام والخاص. بصح هذه الاتحاديه ناسيه باللي تصفيه كاس العالم، وكاس العالم ماهيش كاس افريقيا، ورايحه هذه الاتحاديه تزيد تتبهدل في كاس العالم. تصفيه كاس العالم ماهيش نحكي على كاس العالم، تصفيه كاس العالم تزيد تتبهدل. نستناو كولومبيا تقول لنا، نستناو البنين، اسمع على مسمى مع احترامي كل الدول، بنين 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 هي اللي تقول لنا راكم عاد تلعبوا معايا، ومن بعد يجيك النهار تقول لك اسكت زاتشي هو اللي جاب الكوب دافريك، هذا اللي جاب الكوب دافريك. تروح تسقسي تقول لها زاتشي مع من نلعبوا المقابله الجايه في اكتوبر وفي نوفمبر، يقول لك روح سقسي بالماضي شوف مع بالماضي انا خاطي، وتروح بالماضي يقول لك شوف الاتحاديه خلوطه خلوطه راهي ماشيه بدعاوى الخير، حتى بدعاوى الخير وما كانش. الكوب دافريك وي جبناها بفضل صح من كروش فضل بالماضي، ومن كروش فضل كبير اللاعبين، اللاعبين داروا اللي عليهم اكثر اللي عليهم صراحه كل اللاعبين، ومن كروش ثاني دعاوي للخير دعاوي للجزائريين. هاي الاتحاديه راح تدينا الكاس العالم، انا قلت لكم كاس العالم ماهيش كاس افريقيا، تصفيات كاس العالم ماهيش كاس افريقيا، واللي يظن باللي راهي سهله وباللي رانا وصلنا غير ينسى. في التسعين دينا كوب دافريك، وبعدها كوب ما زدناش بنا، في التسعين دينا كاس افريقيا كوب دافريك جبناها في بلادنا، من بعد والو. كاس افريقيا ما رحناش للبعيد، قصدي من الدور الاول روحنا. كاس العالم نسيناه خلاص، من 86 ما زدناش شفناه حتى 2010. راني خايف نرجعوا السيناريو تاع 90، كاس العالم ما نساوه، وكاس افريقيا الى تاهلنا للدور الثاني راهو انجاز كبير. راني جايه بالطريقه هذه، وهذا الكلام كي نقول بالطريقه هذه موجه لجمال بالماضي. جمال بالماضي ما يخدعكش وما يغركش زاتشي، يجي النهار اللي يدور عليك ومن حقه يدور عليك، خطره تمشي في الطريق نتاعو. اخدم مصلحة الجزائر ومصلحة المنتخب، ما تخدمش مصلحة الأشخاص. تتطلب الأمر تجيب لاعبين، تجيب لاعبين، ما على باليش أنا بلي لاماسيا للأكاديمية، لاماسيا شفناها متبهدلة مع غانا، شفناها لاماسيا النتيجة تاعها وش هي. واحد ما ينفعك. واحد ما ينفعك. زاد شي نهار يدور عليك. والأيام بيننا، أنا مانيش نتنبأ. أنا قلت لكم يا أخي عاد تلعبوا يا جزائريين يا منتخب الجزائري يا جمهور الجزائري، قلت باللي رانا حنلعبوا مع كولومبيا، ورايحين نلعبوا يا اما كولومبيا اوروغواي تشيلي، ماناش نلعبوا مع البرازيل وثبتت. ونزيد نقول لكم كوب هما يهضروا على منافس افريقي غانا وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا، انا نقول لكم راح نلعبوا مع منافس من الخليج احتمال كبير، يا السعوديه يا قطر يا الامارات، مانيش داير في كلامي. هذه الاتحاديه يعني قلت لكم هذه الاتحاديه اللي جابت لنا كوب دافريك، اللي ما تعرفش دير مقابله وديه للاسف. فالاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.